الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة، أهلا بكم إلى هذه النشرة الجديدة والتي تأتيكم من القاهرة الإخبارية. وأهلا ريهام. أهلا أمل، والبداية دائما بأبرز العناوين. حزب الله يعلن استهداف وتدمير وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات بقاعدة ميرون الإسرائيلية ردا على مقتل شخصين في غارة للاحتلال جنوبية لبنان. أونروا تقول إنها ستبدأ بتطعيم الأطفال في غزة ضد شلل الأطفال داخل مراكز الرعاية الصحية والعيادات المتنقلة نهاية الشهر الحالي. في نشرتنا، وزير الخارجية الإسرائيلي يطالب حكومته بعدم السماح بإقامة دولة فلسطينية. البداية مع تطورات الأوضاع في لبنان. أعلن حزب الله اللبناني استهداف مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات في قاعدة ميرون الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، الأمر الذي أدى إلى تدميرها. كما أكد حزب الله قصف موقع المالكية الإسرائيلي بقذائف المدفعية وتحقيق إصابة مباشرة. هذا وتعد قاعدة ميرون العسكرية واحدة من قاعدتين إسرائيليتين للرقابة الجوية ومركزا للإدارة والمراقبة والتحكم الجوي الوحيد في شمال إسرائيل. أصبحت هدفا لحزب الله منذ اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري، وذلك في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. أفادت وسائل إعلام لبنانية بمقتل شخصين وبإصابة آخر في غارة للاحتلال على بلدة طير حرفة جنوبي لبنان. وأفاد مراسلنا بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدات كفر شوبة وكفر حمام وراشيا الفخار بالجنوب اللبناني. تشهد الحدود الجنوبية بين الأراضي اللبنانية والأراضي الفلسطينية المحتلة توترات متزايدة منذ 7 أكتوبر الماضي نتيجة لتبادل القصف بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال. أعلن جيش الاحتلال رصد إطلاق 5 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه جبل ميرون والجليل الأعلى واعتراض بعضها. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تلك الصواريخ تسببت في اندلاع حرائق دون وقوع أي إصابات.
أفاد إعلام إسرائيلي بمقتل 44 شخصا من بينهم 24 مدنيا و19 ضابطا وجنديا منذ بدء المواجهات على الحدود مع لبنان، وأشار أيضا إلى إصابة 271 إسرائيليا من بينهم 141 جنديا وضابطا في الجيش منذ بداية المواجهات مع حزب الله اللبناني. أضاف الإعلام الإسرائيلي أنه تم إطلاق ما يقرب من 1091 صاروخاً من لبنان باتجاه إسرائيل الشهر الماضي بارتفاع يعادل 3 أضعاف مقارنة بمطلع العام الحالي. هجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير وزير الدفاع يؤاف جالانت متهما إياه بإعادة شمال إسرائيل إلى العصر الحجري. قال بن غفير إن على وزير الدفاع مهاجمة لبنان بدلا من مهاجمته شخصيا على منصة إكس. يأتي هذا السجال بعدما قال جالانت إن تصرفات بن غفير تعرض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر. ومن بيروت ينضم إلينا الدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث في الشؤون الدولية. أرحب بك دكتور وأستهل معك بتساؤل، مع الأسف هل بات هنالك حرب تتوسع شيئا فشيئا وباتت قاب قوسين أو أدنى فيما يتعلق بالجنوب اللبناني وشمال الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ تحياتي بداية. نحن في نفس السياق إلى الآن. طبعا تتوسع الرقعة الجغرافية في يعني أوقات معينة، ترتقي العمليات القتالية، تتضاعف القوة النارية كما حصل في التقرير الذي قدمتموه. المقاومة يعني قصفت ب3 أضعاف ما كانت عليه في بداية السنة. هناك أكثر من 1200 مسيرة دخلت إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وضربت القواعد الإسرائيلية. وطبعا الإسرائيلي وسع عملياته الجغرافية وكثف اغتيالات به أيضا في هذا المسار، ولكن إلى الآن القواعد والسقوف المعمول بها ما زالت قائمة مع يعني توسع نسبي في هذا الموضوع. لا أحد يستطيع اليوم أن يقول أن الأمور هي كما كانت في السابق بنفس الوتيرة، وأيضا لا يستطيع أحد أن يدعي أن الأمور ستذهب إلى حرب شاملة ومفتوحة. هل يمكن أن نضعها بأي شكل من الأشكال تحت اعتبار أنها مهما كان هنالك تطورات ستبقى الأمور مضبوطة دكتور طارق؟ لا أحد يستطيع أن يجزم بهذا الموضوع. المقاومة قالت أن الجبهة، جبهة الجنوب أو جبهة الشمال الفلسطيني، هي جبهة مساندة وليست حربا مستقلة. صحيح. مع الإسرائيلي، وهي ما زالت تعمل على هذا الأساس. يعني هي لا تريد أن تكون هذه الحرب حرب مستقلة بين لبنان وبين الكيان العبري، لكي تبقى غزة أيضا محور يعني الأنظار والمحور في هذه المرحلة. ولكن الإسرائيلي أيضا يعني وسع من عملياته ووصل إلى بيروت والبقاع الشمالي وما شكل، ولكن أيضا الإسرائيلي لا يريد إلى الآن أن تتوسع هذه الحرب تصبح حربا شاملة. وأيضا لبنان، يعني المقاومة في لبنان هي لا تريد هذا الأمر أيضا للسبب الذي قلته سابقا. ولكن طالما الجرح مفتوح وطالما الحرب قائمة، وهي حرب في بنوع معين ولكنها حرب، يعني لا أحد يستطيع أن يقول أن هذا الأمر لا يسمى حربا ولكنه حرب بنوع معين. هناك أكثر من 500 شهيد ارتقى للمقاومة في لبنان، وهناك عدد كبير من القتلى أيضا عند الإسرائيليين، وهناك دمار على الجانبين. ولكن إلى اليوم حقيقة أعتقد أن الجانبين أيضا لا يريدان ولا يرغبان بأن تتحول هذه الحرب إلى حرب مفتوحة بين الطرفين، تستدعي أطرافا أخرى أيضا، أطرافا إقليمية كالإيرانيين واليمنيين والسوريين والعراقيين، تستدعي أيضا الولايات المتحدة الأمريكية. فالأمور يعني أعتقد تحافظ على هذا الستاتيكو أو هذه المراوحة إلى حين الوصول إلى اتفاق أو إلى يعني توافقات على موضوع الصفقة المطروحة أو الهدنة. نعم.
التي لا يريدها حقيقة بنيامين نتنياهو إلى الآن. يعني يبقى الوضع بالاستاتيكو مع كل الاستفزازات الإسرائيلية التي تطمح إلى أن تحول هذا الوضع إلى وضع ديناميكي دكتور طارق، هذا ما يبدو، لتدخل أطراف وتحتمي بها بشكل أو بآخر. دكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث في الشؤون الدولية، لك جزيل الشكر، كنت معنا مباشرة من بيروت. مع دخول الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع أعداد النازحين والفارين من المناطق والمدن الجنوبية. وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية أن أعداد النازحين من القصف الإسرائيلي على الجنوب بلغ خلال الشهور العشرة الماضية نحو 110 ألاف نازح، محذرة من توقعات بتضاعف هذه الأعداد حال استمرار الحرب. من غزة إلى لبنان، حيث الأزمة والتهديدات ذاتها، فبعد أن فتتت إسرائيل قطاع غزة وأجبرت سكانه على رحلات الموت القسرية، تعمل على نقل السيناريو ذاته إلى المنطقة الجنوبية بلبنان، وذلك برفع وتيرة التصعيد وإشعال الأوضاع في بلد يواجه أزمة اقتصادية وصفت بالأصعب في تاريخه منذ نهاية عام 2019. ومنذ فجر اليوم الثاني للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والخناق يضيق على مواطني المنطقة الجنوبية بلبنان، خاصة تلك المساحة الممتدة من بلدة الناقورة في القطاع الغربي إلى شبعة في القطاع الشرقي، الذين تحولوا إلى نازحين داخل بلادهم بعدما أجبروا على الفرار من تلك الحرب المستعرة، وباتوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية وملاجئ تؤويهم وذويهم من قذائف الاحتلال ومخاطر التشريد. أكثر من 110 ألاف نازح حسب ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية، دمرت قذائف الاحتلال منازلهم وحولت نحو 3,200,000 متر مربع من بلداتهم إلى أرض محروقة ستبقى غير صالحة للسكن أو للزراعة لسنوات طوال، فضلاً عن الأضرار التي لحقت 7,000 منزل. خسائر ضخمة وأرقام مرعبة أجبرت السكان على النزوح وترك ممتلكاتهم وذكرياتهم خلفهم، ليبدأ سيناريو غزة في التكرار بكل تفاصيله. أناس يموتون غدراً، ومدن كاملة تتحول إلى كومات من الركام والدمار، سماء تمطر سيولاً من القذائف والصواريخ، كل شيء تتغير ملامحه. أكثر من 70% من بلدات الجنوب تختفي تماماً حسب مسؤولين محليين، فيصبح الفرار هو الأمل الوحيد لهؤلاء الناجين. لبنان على بعد خطوات من غزة المكلومة، هكذا وصف مراقبون الأوضاع المأساوية التي آلت وستؤول إليها الأمور في ظل تهديدات قادة إسرائيل بالتصعيد وشن حرب شاملة على لبنان. تهديدات الجانب المحتل دفعت حزب الله اللبناني للإعلان عن استعداده لأي مرحلة قد يصل إليها ذلك الصراع، متواعداً تل أبيب بالرد على انتهاكاتها كافة. وبين تهديد ووعيد انطفأت أنوار لبنان الذي تحول إلى بلد حزين تطارده الأزمات وتهدد مصيره أطماع الاحتلال ومخططات قادته الشيطانية. ونتحول الآن إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة. شهداء، قصف، دمار، جوع، فيش أكل. استشهد 12 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على وسط وجنوبي قطاع غزة خلال اليوم 322 من العدوان، أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستهداف الاحتلال لمنطقة المفتي شمال مخيم النصيرات ومدينة دير البلح وسط غزة، كما استهدفت قوات الاحتلال أحد المنازل في بيت لاهية ومباني سكنية بحي الزيتون بمدينة غزة وشمال دوار بني سهيلة شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
هذا وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن قرابة 2 مليون فلسطيني باتوا محاصرين حاليا في مساحة لا تتعدى 15 ميلا مربعا في قطاع غزة. وأضافت أنه في ظل توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة أصبحت المساحة المخصصة لهم للعيش بأمان تتقلص بشكل كبير. في سياق متصل، فقد أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي 9 أوامر إخلاء على الأقل لسكان غزة تغطي مناطق خصصها كمناطق إنسانية خلال الشهر الحالي. ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن أوامر الإخلاء الإسرائيلية أثرت على 213,000 فلسطيني من سكان القطاع، وأصبح سكان غزة محاصرين في منطقة تبلغ مساحتها أقل من 40 كيلومترا مربعا. فقد دفعت أوامر الإخلاء الفلسطينيين الفارين من الحرب، دفعتهم إلى اللجوء إلى مناطق تبلغ مساحتها ما يقرب من 33% من قطاع غزة منذ بداية العام. أشارت التقديرات الأممية إلى أن هذه المساحة انخفضت إلى 11% فقط من غزة. قالت وكالة الأونروا أنها ستبدأ بتطعيم الأطفال في قطاع غزة ضد شلل الأطفال في مراكز الرعاية الصحية والعيادات المتنقلة نهاية الشهر الجاري. وأكدت الوكالة أنه من الصعب للغاية القيام بحملة تطعيم بهذا الحجم والنطاق في ظل سماء مليئة بالضربات الجوية. وأضافت أيضا أن الأونروا والشركاء يهدفون للوصول إلى الأطفال باللقاحات الحيوية مع خطر انتشار مرض شلل الأطفال في قطاع غزة. قالت رئيسة العمليات في وحدة الطوارئ الصحية التابعة لمنظمة أنقذوا الأطفال ويزا باكستر إن أكثر من 1,900,000 فلسطيني تشردوا ويتنقلون عبر الشوارع المليئة بالأنقاض والقمامة ومياه الصرف الصحي. يأتي هذا في حين حث مسؤولون أمميون مجددا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة لضمان إيصال لقاح شلل الأطفال إلى الأطفال في قطاع غزة. في قطاع غزة حيث تضيق الحياة على أكثر من 2 مليون إنسان يعيشون تحت حصار لا يرحم، تتحول كل لحظة إلى صراع من أجل البقاء. ليس فقط الجوع والفقر هو ما يطارد هؤلاء الناس، بل أيضا الأمراض الفتاكة التي تفترس أطفالهم دون رحمة. في هذا المشهد المأساوي يعاود شلل الأطفال، ذلك المرض الذي بالكاد يذكر عاود الظهور من جديد ليزرع الخوف في قلوب الأمهات اللواتي يراقبن أطفالهن وهم يفقدون القدرة على الحركة شيئا فشيئا. طفل صغير بالكاد تعلم المشي يتحول فجأة إلى سجين لجسده الصغير. أم تراقب بعينين مغرورقتين بالدموع وهي تعلم أن الأدوية التي يمكن أن تنقذ صغيرها بعيد كل البعد عن متناول يدها. كل يوم يمر هو بالنسبة لها كابوس لا ينتهي، وهي تسمع صراخ طفلها ولا تجد ما يساعده. ثم هناك التهاب الكبد الذي ينتشر بين سكان غزة كالوباء الصامت. المياه الملوثة تزيد من انتشار هذا المرض الذي يفتك بالجسم ببطء ولا يرحم. المرضى يتألمون في صمت إذ لا يجدون حتى المسكن للألم في مستشفيات دمرت وتفتقر لكل شيء من الأدوية وحتى الأطقم الطبية. في كل زاوية من زوايا غزة ثمة مأساة تتشكل. الشوارع المكتظة بالأطفال تعج بأمراض شتى تفتك بأجسادهم المرهقة ولا يجدون سوى الانتظار المؤلم لمصير مجهول. في غزة الحصار ليس فقط في أسوار الاحتلال، وإنما فيما زرعه من معاول هدم لأي شعب كالفقر والمرض. وأمام كل هذا لا يملك أهل غزة إلا صمودهم الأسطوري في وجه ظروف لا يحتملها بشر.
للمزيد من المتابعة تنضم إلينا من غزة الكاتبة الصحفية لينا شاهين. لينا، أرحب بك في البداية وأبدأ معك بسياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل وزادت من مستويات الجوع وأيضا تدهور الصحة في غزة وسط تحذيرات أممية. كيف تتابعين الموقف وما هو السيناريو القادم في رأيك؟ بداية تحية لكم وللسادة المشاهدين كافة. يعني هذه سياسة يتبعها الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من خلال فرض حصار شديد وعلى المناطق في مدينة غزة ووسطها وجنوبها، ولكن شمال غزة بالتحديد هو الأكثر عرضة لحرب المجاعة التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الأهالي هناك، حيث يمنع المساعدات ويمنع الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية من الوصول إلى هذه المناطق، وبالتالي يفاقم من الوضع الإنساني والوضع المعيشي لدى مئات الآلاف من العائلات الفلسطينية المتواجدة. نعم أستاذة لينا، وسط كل المحاولات لإدخال المساعدات والعراقيل التي تقف أمام وصول هذه المساعدات، خاصة المستلزمات الطبية والأغذية وألبان الأطفال، وسط مرأة ومسمع للمجتمع الدولي، ماذا من الممكن أن يكون هناك أوراق ضاغطة لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ أستاذة لينا، فقدنا التواصل مع الأستاذة لينا شاهين الكاتبة الصحفية، كانت معنا من قطاع غزة، شكرا لك. أفاد مراسلنا من معبر رفح البري الحدودي الواقع بين مصر وقطاع غزة عن منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول أي نوع من أنواع المساعدات الإنسانية من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية وكذلك الوقود اليوم الجمعة. يأتي ذلك في إطار التجريد المنهجي من الإنسانية ضد المدنيين في كل أنحاء قطاع غزة. ينضم إلينا من معبر رفح عبد المنعم إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية. مرحبا بك عبد المنعم، وآخر ما لديك من أخبار وما يحدث وربما آخر تفاصيل فيما يتعلق، هل هنالك أمل في موضوع مساعدات أم أنه بطبيعة الحال جمعة وسبت دائما بالنسبة للإسرائيلي هي عطلة ومن 10 أشهر عطلة بالمساعدات الإنسانية؟ تفضل عبد المنعم، آخر ما لديك من أخبار من معبر رفح. أهلا أمل، بالفعل يومي الجمعة والسبت أبواب منفذ كرم أبو سالم هي موصدة أمام عملية دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية في ظل الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع المحاصر. اليوم رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول أي نوع من أنواع المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وبالأمس أيضا رفضت حوالي 40 شاحنة من شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية التي كانت قد دفعت بها السلطات المصرية باتجاه منفذ كرم أبو سالم، منفذ الدخول المؤقت للمساعدات الإنسانية والإغاثية التي تدخل منه هذه المساعدات بشكل مؤقت بناء على الاتفاق المصري الأمريكي بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية من منفذ كرم أبو سالم بشكل مؤقت لحين الوصول إلى آلية أو اتفاقية للعمل من خلال معبر رفح البري الذي أنا أقف أمامه شريان الحياة إلى قطاع غزة. ما نرصده هنا في عملية دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية هو التعنت الإسرائيلي الواضح وتعنت دولة الاحتلال أمام عملية دخول المساعدات الإنسانية واستخدام سلاح التجويع بجانب الأسلحة الفتاكة التي تسفك بها دماء الأبرياء في قطاع غزة، مع عملية النزوح المتكررة والمساحات الضيقة التي تدعي سلطات الاحتلال أنها آمنة في القطاع، وصلت هذه المساحات إلى أقل من 10 مساحة القطاع وفقا لتقديرات الأمم المتحدة الأخيرة، والتي تشير بأن سلطات أو الاحتلال الإسرائيلي الخاصة بأوامر الإخلاء أصبحت تضيق المساحة على المدنيين إلى أن وصلت إلى تقريبا 9.5% من مساحة سكان القطاع.
أصبحوا في هذه المساحة الضيقة التي يدعي جيش الاحتلال أنها آمنة، وهي ليست آمنة، أن القصف الإسرائيلي يطال كل شيء داخل قطاع غزة. بالعودة إلى الحديث عن واقع المساعدات الإنسانية الذي يدمي القلوب في عملية العراقيل التي تضعها إسرائيل على هذه المساعدات الداخلة إلى قطاع غزة، سواء بمنع المساعدات من الدخول إلى القطاع أو بتقليص أعداد الشاحنات الداخلة إلى قطاع غزة، نرصد ذلك من هنا بعد احتلال دولة الاحتلال الإسرائيلي لمنفذ رفح من الجانب الفلسطيني وحولته إلى ثكنة عسكرية تدير منها عملياتها في أقصى جنوبي القطاع، بالتحديد في المناطق الشرقية والغربية لمدينة رفح الفلسطينية. حولت هذا المنفذ الهام وهذا الشريان الهام إلى ثكنة عسكرية، نرصد شح المساعدات الداخلة إلى القطاع من هذه البقعة التي ستظل شاهدة على جهود القيادة السياسية المصرية في إيصال المساعدات الإنسانية، وشاهدة أيضا على التعنت الإسرائيلي أمام عملية دخول المساعدات الإنسانية. اليوم أبواب المنفذ مغلق أمام عملية دخول المساعدات، وغدا سيكون مغلق أيضا بحجة أن يوم السبت هو يوم سبوت إسرائيل، تلك العلة الدينية أمل التي لسنا بوارد الحديث عنها في هذا الشأن، وأنها يوم إجازة ويوم عطلة في دولاب العمل الإسرائيلي، سيكون المنفذ أيضا مغلقا. إليك أمل إذا ما كان لديك أي استفسار آخر. شكرا على كل هذه التفاصيل. عبد المنعم إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية كنت معنا مباشرة من معبر رفح. أكدت مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس أن ما حدث في قطاع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية كان مدمرا. وشددت هاريس خلال خطاب قبول ترشيحها على أن الوقت قد حان لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأشارت إلى أنها تعمل مع رئيس جو بايدن على إنهاء الحرب وإعادة المحتجزين الإسرائيليين من القطاع. ما حدث في غزة على مدار العشرة أشهر الماضية كان مدمرا، الكثير من الأبرياء فقدوا حياتهم، أصبح هناك جوع ومشتتين، لن نترك هذا الأمر يحدث مرة أخرى، ذلك تلك المعاناة تكسر قلوبنا. بايدن وأنا نعمل على إنهاء هذه الحرب وضمان أمن إسرائيل وإطلاق سراح الرهائن وإنهاء المعاناة في غزة، وكذلك حق الشعب الفلسطيني أن يحقق حقوقه في الكرامة والشرف وحق تقرير المصير. أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي موقف مصر الراسخ برفض سياسات التصعيد والاغتيالات والانتهاكات التي تنتهجها إسرائيل. خلال لقائه مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في طوكيو، استعرض عبد العاطي الجهود المصرية على مختلف المسارات لاستئناف المفاوضات الخاصة بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني. كما شدد وزير الخارجية المصري على ضرورة تضافر الجهود الدبلوماسية للحيلولة دون تفاقم الأزمات الإقليمية. من جانبه أكد رئيس الوزراء اليابان تأييد بلاده الجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد والعمل على استمرار إيصال المساعدات إلى قطاع غزة. قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه يجب عدم السماح بإقامة دولة فلسطينية، وزعم أن إقامة الدولة الفلسطينية يعني وجود قاعدة إيرانية بغزة والضفة كما في لبنان واليمن وسوريا والعراق. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية نجاحها في تدمير طائرتين مسيرتين فوق البحر الأحمر وثالثة فوق المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. أوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه المسيرات شكلت تهديدا واضحا ووشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وأنها اتخذت هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر حماية وأمنا. قالت وزارة الدفاع الأسترالية إن أستراليا ستتولى قيادة قوة مهام بحرية مشتركة في البحر الأحمر وخليج عدن اعتبارا من شهر أكتوبر القادم. تأسست قوة المهام المشتركة 153 في شهر إبريل من عام 2022، وهذا للتركيز على الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر، وتم تعزيزها في شهر ديسمبر الماضي للتعامل مع هجمات الحوثيين في المنطقة.
يحتل الشرق الأوسط مساحة كبيرة على مائدة السياسة الأمريكية لما تمثله المنطقة من أهمية استراتيجية للعالم كافة. وسيكون الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية على موعد مع تحديات سياسية وأمنية واقتصادية في دول عدة بالشرق الأوسط، لا سيما قطاع غزة والسودان وليبيا وسوريا، فضلا عن الانتشار الإيراني في دول عربية مجاورة وما يخلفه من توترات. المزيد من التفاصيل في سياق هذا العرض مع الزميل كريم حاتم. تحديات عدة تواجه منطقة الشرق الأوسط، منها السياسية والأمنية والاقتصادية، ما يجعل المنطقة في صراع مستمر بسبب الأزمات التي تضربها والتي جعلتها على صفيح ساخن. منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، يحاول جيش الاحتلال فرض واقع جديد على الأرض من خلال الإسراف في الدمار، ما ينذر بتوسيع دائرة الصراع ويلقي بظلال قاتمة على المنطقة برمتها. وفي السودان تتواصل العمليات القتالية بين الجيش والدعم السريع، حيث تلقي التطورات المتسارعة للعمليات الميدانية بثقلها على الأمن والاستقرار الإقليمي، وتفرز تبعات على دول الجوار المباشر والتي ظهرت جاليا في زيادة أعداد اللاجئين في تلك الدول. أما على صعيد الأزمة الليبية، فيظهر بوضوح تشابك الأوضاع سواء على الصعيد السياسي أو الأمني، فتتواصل أزمة تنازع الشرعية بين حكومتي الشرق والغرب، ما يضع عقبات أمام جهود تحريك ملف المصالحة الوطنية، بينما يفاقم الوضع الأمني من الأزمات في البلاد بسبب تواجد الميليشيات وتصاعد الأزمات المرتبطة بتأمين الحدود. أما في الشأن السوري، تتشابك ملفات الأزمة والتي يأتي في مقدمتها خريطة النفوذ والسيطرة والتي تتنازع عليها عدد من القوى الدولية والإقليمية المتمثلة في الوجود الروسي والنفوذ الإيراني والتحالف الدولي، بجانب القوى الموالية من الداخل لتلك الجهات الدولية. أزمة أخرى تعصف بالمنطقة تتمثل في الممرات البحرية والتواجد البحري الأجنبي في الشرق الأوسط والانتشار العسكري في البحر الأحمر، كذلك الحضور العسكري في منطقة شرق المتوسط. ملف الانتشار الإيراني والجماعات الموالية لطهران، سواء حزب الله في لبنان وبعض الفصائل العراقية كالحشد الشعبي والحوثيين في اليمن، هو أيضا أحد أبرز بؤر التوتر في المنطقة. خريطة الانتشار العسكري للقوى الكبرى في الشرق الأوسط أحد أهم التحديات التي تواجه المنطقة على المستوى الأمني، حيث التواجد الأمريكي والروسي وكذلك الوجود الصيني بالإضافة إلى فرنسا وبريطانيا. إذن يعيش الشرق الأوسط حالة من التوتر والخوف من اتساع نطاق الصراعات في المنطقة في ظل العديد من التحديات على المستوى الأمني والسياسي وبالتأكيد الاقتصادي. والآن مع تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية. أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأوكراني الأخير بمسيرة على محطة كورسك النووية الروسية، واصفة إياه بالإرهاب النووي. وأكدت الخارجية الروسية أن الهجوم على المحطة النووية يتطلب ردا سريعا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتهم أوكرانيا بمحاولة ضرب المحطة النووية في مدينة كورسك، مؤكدا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أبلغت بهذا الهجوم ووعدت بإرسال اختصاصيين لتقييم الوضع.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تمكن قوات أحمد الشيشانية الخاصة من تدمير نظام صواريخ أرض جو قصير المدى من طراز كروتال الفرنسي الصنع بقيمة تقدر ب9 ملايين دولار تقريبا في منطقة كورسك. أفادت الدفاع الروسية أيضا بنجاح قوات أحمد الشيشانية في تدمير منظومة الدفاع الجوي بواسطة طائرة مسيرة رخيصة التكلفة يصل سعرها إلى 660 دولارا فضلا عن تدمير 8 قطع من المعدات العسكرية بما في ذلك دبابة وثلاث مركبات قتالية مدرعة. أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف أن بلاده تعتقد أن واشنطن ستلغي في مرحلة ما كل القيود المفروضة على استخدام الأسلحة الموردة لأوكرانيا. وصف أنتونوف التعليقات الصادرة في الآونة الأخيرة عن واشنطن بشأن عدم السماح لكييف باستخدام الأسلحة الأمريكية لشن ضربات في عمق الأراضي الروسية بأنها استفزازية، وأضاف أن واشنطن ستمهد الطريق لإلغاء كل القيود المفروضة عند نقطة معينة. يمتد تأثير الأزمات الموجودة على الساحة الدولية حالياً إلى غالبية دول العالم وتتسبب في توترات تمتد إلى جميع مناحي الحياة. ويشهد العالم حربين امتدا التوقيت الخاص بهما لفترات طويلة وهما عدوان الاحتلال على غزة والحرب الروسية الأوكرانية فضلا عن صعود اليمن في أوروبا ومخاوف الغرب من صعود لنفوذ صيني. المزيد في سياق العرض التالي مع الزميلة أميمة تمام. يموج العالم بأحداث متلاحقة تؤثر على مصالح الدول وتطال أمن هذه الدول واستقرارها، وتكمن صعوبة هذه الأحداث في عدم القدرة على التنبؤ بنتائجها وتطوراتها على المستويين القريب أو البعيد. ونبدأ هذه الأحداث مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتي أدت إلى حالة من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وما تبعه من توترات في جنوب لبنان ومنطقة البحر الأحمر وتحركات الجيش الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط لصد أي هجوم محتمل قد تشنه إيران ضد إسرائيل. الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تجرى وقائعها في شهر نوفمبر المقبل والسباق المحموم بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، حيث يحدد الحزب الفائز بشكل كبير ملامح السياسة الأمريكية خلال ال4 سنوات المقبلة والتي قد تمتد لمدة 8 سنوات في حال الفوز بولاية ثانية. وتختلف وجهات النظر بين الحزب الديمقراطي والجمهوري في السياسة الخارجية المرتبطة ببعض الملفات كحرب غزة، دعم أوكرانيا، فضلا عن الاختلاف القائم حاليا بينهما في السياسة الداخلية لملفات مثل الملف الاقتصادي وملف الهجرة. صعود أحزاب اليمين في أوروبا ورؤيتها تجاه الملفات الأساسية للاتحاد الأوروبي أصبحوا مسار اهتمام للعالم أجمع، وتتحدث أحزاب اليمين عن مخاطر تداهم القارة الأوروبية بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية وزيادة تدفق المهاجرين غير الشرعيين وتراجع المستوى الثقافي والفكري بالقارة الأوروبية بحسب وجهة نظرهم. وأصبح اليمين له تمثيل حاليا في برلمانات 39 دولة من أصل 44 دولة أوروبية. تحقيق حزب العمال البريطاني صعودا جديدا على الساحة السياسية بعد فوزه باكتساح خلال الانتخابات الأخيرة يمثل مسارا هاما جديدا في السياسة الدولية ولحزب العمال سياسة خاصة في التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي قرر الحزب الانفصال عنهم. كما أيضا قرر الحزب عدم زيادة ميزانية الأنفاق الدفاعي وعدم تغيير سياسته الحالية تجاه بعض الملفات الخارجية مثل قضايا الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية. الحرب الروسية الأوكرانية لا يزال تأثيرها يمتد إلى العالم أجمع، ولا يزال دعم أوكرانيا ماديا وعسكريا هو المسيطر على سياسة الدول الغربية رغم الانتقاد الموجه إليها في بعض الأحيان،
وبناء أيضا على التطورات التي تشهدها الحرب بين الجانبين حاليا بعد الهجوم الأوكراني على المدن الحدودية لكل من روسيا مثل كورسك وبيغرود، تتباعد فكرة تحقيق السلام بينهما في الوقت القريب، وهو ما يدل على امتداد زمن الحرب وامتداد حالة الاستقطاب الدولية التي تسببت بها هذه الحرب. الصعود الصيني خلال الآونة الأخيرة هو أحد الملفات التي تؤثر تأثيرا مباشرا أيضا في السياسة الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في العالم أجمع. ولا يزال الخلاف الكبير بين الغرب والصين حول ملف تايوان واتهام الغرب للصين بمحاولات مهاجمة تايوان من أجل الاستحواذ عليها، كما أيضا يدخل ملف السيطرة على بحر الصين الجنوبي ضمن الملفات التي تشهد خلافا حادا بين كل من بكين والغرب بجانب دعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا. كان إذن مشاهدين هذا عرضا لأبرز الأحداث على الساحة الدولية والتي لها تأثير واضح على جميع مناحي الحياة في العالم أجمع. شكرا لطيب المتابعة. اقتصاديا، قررت كندا استئناف نقل البضائع عبر شبكة السكك الحديدية في البلاد بعد توقف جراء نزاع عمالي دفع الحكومة الفيدرالية إلى التدخل. أفاد وزير العمل الكندي ستيفن ماكينون بأن الحكومة أرادت في البداية أن تعطي كل فرصة ممكنة لنجاح المفاوضات. قال الوزير إن استئناف حركة السكك الحديدية قد يستغرق يومين. تبادلت شركة السكك الحديد الوطنية الكندية وشركة كانديان كانساس سيتي ونقابة سائقي الشاحنات مسؤولية وقف خطوط النقل بعد أشهر من المفاوضات الفاشلة. أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن اقتصاد إسرائيل قد سجل أكبر تباطؤ بين 38 دولة عضو في المنظمة خلال الربع الثاني من العام الجاري جراء العدوان على غزة. بحسب المنظمة، فقد تباطأ اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي من أكثر من 4% خلال الربع الأول من العام إلى 0.3% في الربع الثاني. أما في مايو الماضي فقد خفضت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الجاري بنحو النصف إلى 1.9%. تتجه أسعار النفط لإنهاء الأسبوع على انخفاض، إذ أثارت تعديلات بالخفض لبيانات التوظيف الأمريكية عدة مخاوف بشأن الطلب فضلا عن تراجع مخاطر اضطراب الإمدادات. وارتفع خام القياس برنت وغرب تكساس للمرة الأولى في 5 جلسات بدعم من توقعات بأن الفيدرالية الأمريكية سيخفض أسعار الفائدة قريبا، وهو الأمر الذي ساعد في تهدئة بعض المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية لأكبر مستهلك للنفط في العالم. تتجه أسعار الذهب لتسجيل انخفاض أسبوعي رغم وصولها لمستويات قياسية مرتفعة في وقت سابق من الأسبوع. تترقب الأسواق كلمة للرئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول قد توفر مؤشرات حول مسار خفض أسعار الفائدة، ويتحرك المعدن بالقرب من 2489 دولار للوقية، وكانت الأسعار قد تراجعت بنحو 1% خلال الأسبوع.
والآن إلى مهرجان العالمين الجديدة. في مهرجان العالمين الجديدة يتأكد وبنحو حاسم موقف مصر من القضية الفلسطينية. فمن الناحية المادية خصص المهرجان 60% من أرباحه لصالح فلسطين. أما معنويا شهدت فعاليات المهرجان والمدينة بأكملها حضورا قويا لفلسطين. فلسطين لم ولن تنسى. فلسطين كامنة في قلب ووجدان كل عربي في أي بقعة على أرض الوطن الأكبر. فلسطين حاضرة مهما تشددت عليها الأزمات وضاقت حولها السبل، وها هي راية فلسطين ترفرف عالية وشامخة في سماء مدينة العالمين الجديدة. ألوان علم فلسطين تكسو هواء العالمين، وذات العلم يلاصق علم مصر على يافطات مهرجان العالم عالمين. فلسطين هنا وهنا فلسطين، موجودة وسوف تتواجد على أرض العالمين الجديدة كما تواجدت على كل شبر من أرض مصر. قبل انطلاق مهرجان العالم عالمين تم الإعلان عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، وشهدت لحظة الافتتاح التاريخية الإعلان الصريح والواضح لموقف الدولة المصرية من القضية، ليس مادياً فقط ولكن معنوياً أيضاً. انطلق الافتتاح بالأغنية التي صارت رمزاً للمقاومة ليبا بالاستينا أو تحيا فلسطين. ملأت الروح الفلسطينية أجواء العالمين بصورة قلب الوطن العربي، وأصوات تتغنى بها وبصمود أهلها. فتغني المتميزة دينا الوديدي يا فلسطيني، لتتشابك أيادي الجمهور مشيرة بعلامة النصر. ويجدو الفنان المصري الكبير محمد منير مقطوعة أقسمت بالحرية وعدالة القضية القدس عربية، ويشعل فريق مسار إجباري مسرح العالمين بأغنية الشهيد مع عرض أسماء شهداء غزة على شاشة عملاقة. الأمر لم يقتصر على الحفلات الغنائية فقط، وإنما صارت الحالة الفلسطينية تندمج لأقصى مدى مع فعاليات المهرجان. فمعارض الحرف اليدوية تضم معرضاً للتراث الفلسطيني، ومعارض الفن التشكيلي للهواة تمتلئ بلوحات عن فلسطين، وتشهد المدينة زيارة من وزير الإعلام الفلسطيني الذي يؤكد حضور بلاده وبقوة في العالمين. فلسطين في العالمين لم يكن مكانها فارغاً، وإنما كانت أجمل الحاضرين. مع القضية الفلسطينية ومهرجان العالمين الجديدة نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، ودائماً الشكر لمتابعة حضراتكم معنا، وشكراً لك إياه. شكراً أمل، وهذه تذكرة بالعناوين. حزب الله يعلن استهدافه تدمير وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات بقاعدة ميرون الإسرائيلية رداً على مقتل 3 أشخاص في غارة للاحتلال جنوبي لبنان. أونروا تقول إنها ستبدأ بتطعيم الأطفال في غزة ضد شلل الأطفال داخل مراكز الرعاية الصحية والعيادات المتنقلة نهاية الشهر الحالي. كان في نشرتنا وزير الخارجية الإسرائيلي يطالب حكومته بعدم السماح بإقامة دولة فلسطينية.
إذا مرة أخرى نوجه لكم التحيات مع نهاية نشرة أخبار الظهيرة لهذا اليوم. شكرا لكم وشكرا مرة أخرى ريهام. شكرا جزيلا لك وشكرا لكم.